السلام عليكم، معكم احمد بيج. في فيديو جديد اليوم راح نعمل اعاده بناء نادي شفيلد يونايتد بنجوم دوري روشن. طبعا المهمه صعبه، ونجوم دوري روشن يعني شاد ما كانوا نجوم بالاخير شو ممكن يعلو قدام نجوم الدوري الانجليزي، الدوري اللي اغلب العالم هو نادي هابط مركزه الاخير بالبريمير ليج. فنحن راح ننقذه من القاع ونحاول نخليه فرق مقدمه. فبهي الحلقه راح اجيب كل نجوم دوري روشن وزتهم بنادي شفيلد يونايتد ونشوف شو ممكن يعملوا بنهايه الموسم. رح ألعب موسمين وشوف بهالموسمين شو ممكن حقق بنادي شفيلد يونايتد بنجوم دوري روشن. بعد فشل تين هاج مع مانشستر يونايتد اخترته ليتولى مهمة تدريب شفيلد يونايتد وبميزانية مفتوحة. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. وتعاقدت مع نجوم دوري روشن. تشكيلة شيفيلد يونايتد باختصار، نجوم دوري روشن كلهم صاروا بالفريق. عندنا نيمار، رونالدو، بنزيما، محرز، بروزوفيتش، سافيتش، تيليس، لابورتي، كوليبالي، سعود عبد الحميد، ياسين بونو الغني عن التعريف. عندنا كمان تشكيلة احتياطية مقبولة. لا هدول ما بعرف اذا بيقدروا يحققوا الدوري الانجليزي، بس احنا بنحاول قدر المستطاع. طبعا عندنا كتير لعيبة، انا بعت اللي بعت وضل اللي ضل. طبعا كل ما بيجيني عروض انا رح بيع منهم، ما رح اتركه عندي بالفريق. كلفتنا كتير كتير يعني، الصفقات كتير كلفت. طبعا في كتير نجوم انا ما حسن جيبهم من دوري روشن لانه يعني بتكلف كتير، ويعني انا حطيت ميزانية مفتوحة وما قدرت انه جيب كل نجوم دوري روشن. ف نحاول بهدول نجيب الدوري الانجليزي ونحاول نجيب دوري ابطال اوروبا، مع انه ما اتوقع بس بنحاول. يعني هن نحكي الصراحة مشان مع احترامي للدوري السعودي، بس اغلب اللعيبة وخصوصي انه بالفيفا هن لاعبين كبار بالعمر، فما بعرف اذا بيقدروا يعملوا شيء بالدوري الانجليزي لانه هو الدوري الاقوى بالعالم. فراح نشوف ونجرب حظنا. طبعا انا عملت استراتيجية للفريق، اللاعبين مشان يحافظوا على حالهم، عملت لهم خطة تدريب وهيك، وجبت مدربين لكل مركز مشان يعتنوا باللاعبين يعني على قدر المستطاع. واخيرا يا جماعة خلص الموسم الاول، فوين نحن بقينا مركز بالدوري الانجليزي انا ما بعرف. هلا رح نشوف مع بعض، رح نشوف نجوم دوري روشن لوين وصلوا بالدوري الانجليزي وشو هو مركزهم، واذا تأهلنا لبطولة اوروبية او لا انا ما بعرف. هلا بنشوف سوا الترتيب، خلينا نبدأ من الاخير لفوق. الحمد لله انه مالنا منافسين على الهبوط، نطلع لفوق. مع الاسف المركز السابع ما عم ننافس ولا على بطولة اوروبية، برصيد 65 نقطة. توقعت انه نكون اقل شيء من الخمسة الاوائل او الاربعة اوائل، مع الاسف يعني على 3 نقاط عاندنا الحظ، يعني حتى بطولة اوروبية ما رح ننافس. طيب نشوف بطولات تانية، كأس الامارات، مانشستر سيتي وفولهام، طبعا ربح فيها مانشستر سيتي ونحن مانا موجودين. خلينا نجي على الكوربا كاب، ليستر وليفربول. هدافين البريمير ليج، رونالدو الهداف 23 جول، تحته فرنانديز، تحته هولاند، تحته صلاح. المساعدات من فريقنا مين في مين في مين في، عندنا محرز ب6 مساعدات. اوكي بأحصائيات الفريق تبعنا، أكثر من سجل 23 هدف كريستيانو رونالدو، تحته كريم بنزيما ب11 هدف، رياض محرز 9 أهداف، وهيك في لاعبين يعني سجلوا. طب وبالمساعدة مين أكثر شيء؟ بالمساعدة رياض محرز 6 أسيست وتحته كريستيانو رونالدو 5. يعني الصراحة المستوى ما عجبني أبدا. بعد فشل فريقنا بالتأهل لأي بطولة أوروبية وتحقيق مراكز متقدمة بالدوري الإنجليزي، هلا هو إنجاز يعتبر، بس انا قررت انه اتعاقد مع ليونيل ميسي بما انه لعب
اول شيء انعرض علي يلعب بدوري روشن، زلمه ما قبل راح امريكا، بس لعب ببطولة موسم الرياض. بما انه لعب ببطولة موسم الرياض فهو لعب بالسعودية، وبما انه لعب بالسعودية معناته انا راح اخذه واضمه لشفيلد يونايتد. ليونيل ميسي عرض ايش بده؟ بده 78,000 دولار راتب، مكافأة توقيت من اوكي، ما لازم نناقشه اصلا ابدا، هذا اسطورة، بدنا نناقش اساطير كمان، خلص قبلناك يا ميسي تعال الفريق. نورت النادي يا ليونيل ميسي. ليونيل ميسي رسميا بشفيلد يونايتد، وهلا عم نشوف لياقته، عم نشوف صحته، وتنهاج كتير معجب ب ليونيل ميسي. اتوقع هالسنه رح يعمل فارق كبير ليونيل ميسي مع شفيلد يونايتد، وخلينا نتأهل لبطوله اوروبيه، واخذ الرقم 10 كمان. هذا اللاعب كمان رح يزيد قيمه الملابس، لا يعني القمصان، يعني اكثر قمصان رح تمشي رأى هي قمصان شفيلد يونايتد، لانه الاسطوره ليونيل ميسي عم يلعب بالنادي. عندنا كأس الأبطال، كأس الصداقة، كأس التحدي الأمريكية، رح نشارك باللي فيها مصاري أكتر. هي بطولة ودية يعني، ومنختبر فيها لاعبينا هون. أوكي رح نعدي المباريات هالموسم، رح نحاول نشوف نتائج الفريق أول بأول. بنلعب المباراة الهامة اللي هي مع فريق مانشستر يونايتد. أول مباراة تعادل، تعادل المباراة الثانية نتائج صفر. يوفنتوس ربحنا 2-0 حلوة. موارد المالية معنا ميزانية حالية ب 175 مليون. بما انه معنا 175 مليون ففي لاعبين من الدوري روشن انا ما تعاقدت معهم لانه ما معي مصاري. تاليسكا طبعا دول حاطهم انهم بيلعبوا دوري روشن. عندنا هاد مالكوم، بدي اشوف لاعب ممكن يعمل شيء فارق. نيفيس اكيد راح نجيب نيفيس، معه 69 مليون دولار، يعني قيمة اللاعب 69 مليون. اوكي 86 خلص وافق، انا هيك هيك ما بهمني المصاري. ورسميا نيفيس بصير معنا بالنادي. نورت النادي، اتوقع هيك التشكيلة كتير مثالية، يعني لازم هسه نجيب الدوري. لا بغض النظر معنا ار بي ناجح يعني، وال بي مو شي، بس يعني الدفاع مقبول، الهجوم مقبول، يعني شو بدنا اكتر من هيك او احسن من هيك. وصلنا لمباراة مانشستر يونايتد، خلينا نلقي نظرة شو عامل الفريق بهالموسم. طبعا انا هاي اول مرة انا بعمل هيك تجربة، حاسس يعني جايب ام العيد وعندي اخطاء. نجي للترتيب، ترتيبنا 13، لاعبين 17 مباراة، فايزين 5 بس ومتعادلين 3 وخسرانين 9. قلنا 34 هدف علينا 34 هدف، عندنا مشكلة بالدفاع. اذا مطلع الفارق، فارق كبير صراحة. المهم نجيب بطولة أوروبية، بس اللي اكتشفته إنه أنا مشارك ببطولة أوروبية. إذا بنيجي لكأس الإمارات، نحن طلعنا ولا لسه عم نلعب؟ عم نلعب، وصلنا الجولة الثالثة ضد ليدز يونايتد. نجي للكوربا كاب، عم نلعب، أوه وصلنا لنصف النهائي ضد هال سيتي، وعندنا مباراة ونايت سيتي ضد مانشستر سيتي، ممتاز. ربحانين بربع النهائي على نيوكاسل يونايتد، حلو. تقدم ممتاز. كأس التحدي الأمريكي اللي لعبناه البطولة الودية، أخذين مركز ثاني لأنه معنا تعادلين وفوز، حلو. نجي لليوفا سوبر كاب، هون 2-1 ريال مدريد. دوري الأبطال نحن مالنا مشاركين فيه، هاي البطولة مشاركين فيها نحن، مالنا مشاركين فيها. نحن مشاركين بكأس المؤتمر، معناتها نعم نحن مشاركين بكأس المؤتمر، وتصدرنا مجموعتنا بأربعة فوز واحد تعادل وخسارة واحدة. الجولة التمهيدية نحن ما رح نلعب فيها، هدول نازلين من بطولات تانية رح يلعبوها. حلو حلو حلو. أنا ما كنت بعرف إنه لعبان إنه رح أشارك ببطولة ودي، بطولة أوروبية يعني، بس الحلو إنه مشاركين بكأس المؤتمر. مباراتنا على أرضنا مع كريستيانو رونالدو قدام فريق القديم مانشستر يونايتد. كريستيانو هلا بحطهم براسه يعني، بيسجل جول بيسجل جول ما في كلام. هون عم بيحمل الفريق، مباراة على أرضنا، كريستيانو متحمس. تنهاج قدام فريق القديم مانشستر يونايتد، الجمهور فرحان، رح ننتصر إن شاء الله. كولوبالي، سافيتش، لعند الكريستيانو، رونالدو، رونالدو لعند كاراسكو، كاراسكو. نعم نحسن نعمل هجمة حلوة. نيمار، نيمار، رح فوت بنيمار، نيمار شوت،
يا حرام، تين هاج دي يشد على راسه، ما عنده شعر يشد. نيمار ليه هيك كبيتها يا نيمار؟ نيمار يا غبي. المان يونايتد، المان يونايتد ضغط، بلش هجوم مان يونايتد، بس ما راح يحصل على جول لانه دفاعنا مغطي. كازيميرو حلو، عدت على خير. طابع عن تاليس، كازيميرو ام كازيميرو كراسكا عفوا، نيمار، نيمار الغدار. حلو، كريستيانو انفرد، كريستيانو انفرد. شوت يا رونالدو، شالها شالها اونانا. لا تزعل يا ولدي، راح تجيب جول. خلي لاعب يجي لعنا، رونالدو. كراسكو، هاد كراسكو شوت برا. سوء حظ عندي بهالمباراة. هجمة لليونايتد خطيرة، عديت عديت. لا 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 لا، شالة سعود. حلو، شالة سيرجي سافيتش. برونو فرنانديز، حلو يا بونو، حلو يا بونو، حلو. نيمار خلص الشوط الأول، نشوف مين تعبان. كاراسكو رح خليه يلعب هون، وخلي نيمار نبدله لأنه نيمار شكله تعبان. ليونيل ميسي نزل، بروزوفيتش نزل. الدفاع تعبان، الدفاع كولوبالي هذا كبر بالعمر، يعني عن جد عندنا مشكلة بالدفاع نحن. رح لاعب بروزوفيتش دفاع حتى لو كان مو مناسب له. رياض محرز ممكن نزل رياض محرز بدل كاراسكو. في عنا ماني، ممكن نزل ماني كمان حاليا. هلا هيك تمام. كريستيانو رونالدو تعبان، بس نزل ميتروفيتش. ميتروفيتش لعيب يعني، كريستيانو عذرا منك، انت طاقتك نزل. هلا كريم بنزيما، بنزيما لعند ميتروفيتش، ميتروفيتش لعند رياض محرز. ما اجت لعند رياض، حلو. اليكس لعند رياض محرز، محرز محرز خليك محرز. ميتروفيتش، ميتروفيتش شوت يا مترو. ضربة جزاء لازم، بلنتي بلنتي بلنتي. في عرقلة واضحة يعني، عرقلة واضحة يا ميتروفيتش. بنزيما على التنفيذ، بنزيما. حلو، بنزيما سجل الجول. كنت بدي خلي ميسي بس قلت يلا خلاص ما راح نكسر بخاطره لبنزيما. جبنا جول عن طريق بلنتي، حلو يعني اني عجبنا جول. كفو يا بنزيما. اونانا بيحكي مع حاله حقه لانه الفريق غبي، خلاه ياكل جول هيك بالزاويه الصعبه لعند بنزيما. اوه ما عديت، دفاع مغطي، دفاع صوتي. شيك شيك، لا 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 لا. دفاعي تعبان عن جد، دفاع تعبان يعني. ما احسن تجيب مدافعين الدوري السعودي يعني مستواهم قوي يعني، هدول احسن شيء اللي انا بعرفهم يعني، ما كتير متابع عن الدوري الروشن يعني بالاخير. فلازم نركز كان على الدفاع، بس يلا هي تجربة اولى لالي، ان شاء الله بنتلافاها بالتجارب الثانية باعادة البناء الفرق الثانية. ليونيل ميسي بدنا اياك تعوض لنا الجول اللي اكلناه. ميسي شوت، مترو يا الله. دفاعنا شوي تعب، تزعزع. هلا انا حاسس التعليق. مع الاسف اكلنا الجول الثاني. لعبة حاسة عم تعلق شوي، ما بعرف يمكن من جهازي. ميسي فوت يا ولد يا لعيب. قل شي نجيب التعادل، انا بحاول اجيب التعادل. ميسي لعند نيفيس، نيفيس نيفيس جيبه بالزاوية، سجل نيفيس. حلو، جبنا التعادل. بده بده تيرش تيرش. راشفورد انفراد، راشفورد. لا يا شلون سجل يا الله. مانشستر يونايتد مو ناوي على خير ابدا. هو
طلعوا كيف سجل الجول بين اجرين الحارس. خلصت المباراة وخسرنا 3-2. مع الأسف توقعت أربح بس ما قدر الله وما شاء فعل. متروفيتش كأنه أنت صحاني زيادة باللعبة. مع الأسف لأنه أنا فاشل بالتدريب. مرحبا يا تنهاج، للأسف نحن مضطرون لإبلاغك أن المجلس قرر إعفائك من منصبك كمدير فني للنادي. لم تتعامل مع موقف طلبات اللاعبين في الوقت المناسب وقد تأثر صورته العامة بسبب هذا. نتمنى لك حظا أفضل في مستقبلك المهني. بكل ود، مجلس إدارة شيفيلد يونايتد. أنا اللي ما فهمته أنه ما بعرف يعني جديدا على اللعبة وما عرفت أنا شو غلطي. مع الأسف تمت إقالتي، انهاء عقدي. في عنا عرض من هذا النادي اللي بده بس هدفه يكون تجنب الهبوط. انا رح اقبل ورح نشوف شفيلد يونايتد لوين بده يوصل. وقعت مع هالنادي، المهم انا بنيت شفيلد يونايتد وبنائي له رح اشوف وين رح يوصل بنهاية الدوري. هذا النادي مهدد بالهبوط بدهم يعني بس اتجنب لهم الهبوط. انا مالي فيهم يعني، انا بالاخير بدي اروح لنهاية الموسم وشوف شفيلد يونايتد لوين حيوصل. ليكو شفيلد يونايتد، اوكي رح نشوف شفيلد يونايتد المباراة ما بعد شفيلد يونايتد. انا قبل تدريب هالنادي بس لشوف الفريق اللي انا بنيته لوين رح يوصل لنهاية هذا الموسم. اوه ربحنا الكأس 2-1، حلو. ضيف الدولي شفيلد يونايتد، لنشوف شو رح نعمل قدام شفيلد يونايتد. اكيد رح نخسر. اوه ربحنا على ناديني القديم. خلينا لكن نروح لنهاية الموسم. نحن هابطين مع الأسف رح نهبط، هو مو مهم يعني. نطلع لفوق نشوف شفيلد يونايتد المركز التاسع. مع الأسف ما قدرنا نحقق شيء مع هالفريق أبدا. اللي أخذ الدوري هو مانشستر سيتي بنتيجة ساحقة يعني، بنقاط ساحقة. شفيلد يونايتد معه 51 نقطة بالمركز التاسع، 14 فوز 9 تعادل خسارة 15. له 67 هدف وعليه 61 هدف. دفاعه ضعيف، دفاعه كتير أثر، هجومه لا بأس يعني بالنسبة لغير فرق هو هجومه رائع. ننتقل لكأس الإمارات. شفيلد يونايتد ربحان مانشستر سيتي. شوف شفيلد يونايتد وصلان لمرحلة الجولة السادسة. نحن فريقنا وصلان بس شفيلد يونايتد ما وصلنا شيء. الكاراوا كاب، شفيلد يونايتد أخذ الكاراوا كاب، على الأقل أخذنا بطولة. شفيلد يونايتد ما وصلان للنهائي، وصلان روما موناكو. نصف النهائي خسروا شفيلد يونايتد من روما بنتيجة 3-1. حلو يعني المجموع اللقاءين 3-2. على الأقل عملنا شيء يعني، ما اعتبر فاشل طاول. من النهاية هي يعني تشكيلة يعني لاعبين عجزة يعني من شباب، عرفتوا علي يعني ختايرة صاروا. نروح لهدافين الدوري الإنجليزي نشوف إذا في حدا من شفيلد يونايتد. عندنا رونالدو جايب 16 جول خلال 26 مباراة شارك فيها. لجماعة الأسيست عندنا نيمار، هو جايب 8 مساعدات. حلو يعني شفيلد يونايتد وصل لنهائي الكاراوا كاب وأخذ البطولة. فعندنا الهدافين بنزيما برصيد 5، صانعين الأهداف اللي ساعدوا يعني عندنا رونالدو ساعد مرتين. حلو بطولة كأس المؤتمر الأوروبي عندنا كريستيانو رونالدو بخمس أهداف. وبالمساعدات شفيلد يونايتد عندنا نيمار جونيور بثلاث مساعدات. بإحصائيات فريق شفيلد يونايتد كريستيانو رونالدو 16 هدف، تحته نيمار، تحته كريم بنزيما، ليونيل ميسي. عندي فضول ليونيل ميسي بس صفر أهداف ليونيل ميسي، ما قدر يجيب ولا هدف. هي الأربعة مساعدة، أنا عذرا منكم يعني لازم النظارات ما انتبهت. الصراحة شفيلد يونايتد نادي عجزي، المهم انه ما هبط ونجوم دوري روشن ساعدوا بقاء النادي بالدوري الانجليزي الممتاز وحققنا يعني نتائج متواضعة، شيء متواضع للنادي. فانا اكيد عندي اخطاء لانه هي اول مرة بلعب بناء نادي يعني. فبتمنى اذا عجبتكم الحلقة تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة وتكتبوا لي التعليقات يعني تنصحوني انا شو اخطاءات يعني. وإلى اللقاء بحلقة جديدة. كان معكم أحمد بيك، باي باي.